بسم الله الرحمن الرحيم الرحمة لشهداء الحرية والحرية للمقدم البطل حسين هرموش والنصر لشعبنا الأبي بثورته السلمية. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قررت حركة الضباط الأحرار الانضمام إلى الجيش السوري الحر للعمل معا صفا واحدا لتحرير الشعب من براثن الطاغية بشار، وسنعمل معا في جميع أنحاء الوطن الحبيب من خلال كتائبنا على الأرض لضرب العصابات الأسدية المجرمة أينما وجدت دون رحمة ولا هوادة. عاشت سوريا حرة أبية. باسم الجيش السوري الحر نبارك لشعبنا انضمام الأحرار للأحرار، ونعاهد شعبنا العظيم أن نقف بجانبه حتى يزول الطغيان ويسقط النظام. للمعارضين والمعترضين: كفاكم عبثا بدماء الشهداء، فإن قطار الشعب أوشك أن يفوتكم. أما للنظام الفاجر، لك مني رجالا ثائرين: ثورة البركان سيزلزلون بنيانك ويهدمون قوتك، لأن قوة الله معهم ومعك قوة الشيطان، فإن مصيرك الجحيم وستسقط، ولن يجد زبانيتك مكانا يؤويهم من ضربات كتائبنا وقواتنا البطلة التي اختبرتموها فجعلتكم تتخبطون والخطر يداهمكم من كل حدب وصوب، فأنتم زائرون لا محالة بإذن الله تعالى.